في ليلة هي من أعظم الليالي، وفي ساعة هي من أسعد ساعات العمر، ومع إطلالة شهر رمضان بدأت جموع المصلين تتوافد على هذا الجامع زرافات ووحدانا، منهم المصلون ومنهم القانتون ومنهم المعتكفون، يرجون رحمة ربهم ويأملون عفو مولاهم. ومع حلول هذا الشهر الكريم هبت إدارة جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي رحمه الله بحي التعاون في مدينة الرياض لاستقبال هذه الجموع وتهيئة الجامع ومرافقه والساحات المحيطة به لراحة المصلين والمصليات، فامتلأت نفوسهم بالرضا وسعدت قلوبهم بالهناء وخشعت أرواحهم يوم أن تلذذوا بسماع كلام ربهم. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله
وكان لزاما علينا توجيه قاصدي هذا البيت الكريم وتفقيههم في أمور دينهم، فأشرقت شمس علمائنا وأهل هلال دعاتنا، فكانوا نجوما يهتدى بهم في ظلمات الليل، ولآل أن تزينت بهم سماء جامعنا، فكانوا يفتون السائلين ويرشدون التائهين. فيا لله، كم من مقصر عاد إلى ربه وأناب، وكم من غريب. شفت الإنسان لما يدخل في سباق طويل ما يسمى بالماراثون مثلا، لمدة لمسافة مثلا 20 كيلو أو 50 كيلو، تجد أنك لا تلتفت إلى من يركض في البداية أو يركض في المنتصف. قد يركض في البداية بقوة ثم يخفف، ثم يركض مرة ثانية ثم يخفف. العبرة ليست بمن يركض أو يسرع خلال المسافة 20 كيلو، العبرة بمن يفوز في النهاية، العبرة بمن ينتصر في النهاية ويأخذ الجائزة. كذلك الإسلام قد يمرض فترة من الفترات لكنه لا يمكن أن يموت، ولا يمرض كله، قد يمرض بعض الجسد لكن لا يمرض الجسد كله. في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة جميلة نحتاج لأن نتأملها وأن نقف معها. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لاحظ الموقف، امرأة، الرجل بما فيه من ذكورة، تدعوه امرأة ذات جمال وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال، هي التي تدعوه وهي ذات منصب، فهو أمن الرقابة البشرية. لو افتضحت الجريمة بجاهها ومنصبها كفيلة بأن يأمن العقاب، ومع ذلك يعلنها هذا الرجل بقوة ويصرخ في وجه هذه المرأة: لا، إني أخاف الله. وتأتي ساعة العتاب والتي يتذكر العبد فيها ما أصاب، إنها لحظة انكسار القلب بين يدي خالقه ومولاه، يدعو فيها ربه ويبكي فيها على ذنبه، إنها ساعة المناجاة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن يا إلهنا فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك على من سالك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: إلهنا، هل في الوجود رب غيرك فيدعى؟ أم هل في الملأ من إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك، فلا تطردنا عن جنابك. إلهنا لا تصرفنا إلا بذنب مغفور. وها هي دقائق الرحيل تؤذن برحيل شهر الخير والغفران. ستبقى هذه الأيام شاهدة لكل من صلى وصام وتصدق وقام واعتكف وصلى بالليل والناس نيام.
نعم ستبقى ذكرياتها الجميلة محفورة في قلوبنا. نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان. اللهم من أراد بأمننا وعقيدتنا وشبابنا ونسائنا سوءا اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. حسبنا الله وكفى.